لماذا يتراجع حضور اللغة الفرنسية في سوق اللغات؟ قبل نحو قرنين من الزمن لم يكن أحد يتحدث اللغة الفرنسية غير الفرنسيين، ثم بدأت هذه اللغة بالانتشار بدافع كبير من حدثين تاريخيين هما الثورة الفرنسية وما رافقها من ثورة صناعية وثقافية، ثم الاحتلال الفرنسي لعدد من دول العالم. على إثر التطورات التي رافقت هذين الحدثين، صارت اللغة الفرنسية اللغة الثانية في عدد من الدول التي احتلتها فرنسا، مثال تونس، المغرب، لبنان، وسوريا، وتفوقت في بعض الأحيان على اللغات الرسمية من حيث الاستعمال اليومي الدارجي، مثل ما حدث في الجزائر، وفرضت بقوة المحتل كلغة رسمية أولى في دول أخرى، ولم تكن تمتلك مقومات الصمود أمام الغزو الحضاري مثل الكاميرون وكوت ديفوار والسنغال. لكن منذ أوائل القرن العشرين أخذت الفرنسية في التراجع، تزامنا مع صدوع نجم الولايات المتحدة الأمريكية والثورة العلمية والتكنولوجية التي شهدتها، وتواصل انحدار الفرنسية حتى كانت الضربة القاصمة مع ظهور الثورة الإعلامية، خاصة الإنترنت واعتماده على الإنجليزية بشكل أساسي. ثم بدأت المؤشرات تتوالى على تراجع استخدام الفرنسية في مستعمراتها السابقة. كل ذلك وغيره فرض العديد من الأسئلة على المهتمين بالفرنسية داخل فرنسا وخارجها، وهل ستتمكن القوة الاستعمارية السابقة من تدارك موقعها الذي خسرته في إفريقيا لغويا وثقافيا وحتى سياسيا واقتصاديا، خاصة بعد تزايد الوجود الأمريكي والصيني في القارة السمراء؟ ينبغي الإشارة هنا أن عدد الناطقين بالفرنسية في العالم الآن يقدر بنحو 200 مليون شخص، يعيش أكثر من نصفهم في إفريقيا، لكن رغم ذلك فإن وجود لغة مولير غير فعال في هذه القارة السمراء، لأنها في الغالب تكون اللغة الثانية التي يدرسها الأطفال في المدارس، ولكنهم يتعلمونها في بيوتهم ولا يتحدثون بها في معاملاتهم اليومية. وقد يؤدي أي تغير سياسي على مستوى الدولة إلى الحد من انتشارها. ويلفت ألكسندر وولف، مسؤول مرصد اللغة الفرنسية في المنظمة الفرنكوفونية الدولية، إلى أن اللغة الفرنسية ليست اللغة الأم سوى في بعض البلدان مثل فرنسا، بلجيكا، سويسرا، وبعض الأقاليم الكندية بما فيها الكيبك ولوكسمبورغ وموناكو، أي نحو 75 مليون شخص على الأكثر. تراجع الوجود اللغوي الفرنسي في إفريقيا له أسباب عديدة ومتداخلة، ترتبط بالتراجع الاقتصادي والعلمي والثقافي الفرنسي في القارة حاليا مقارنة بفترة الاحتلال. فها هو الجيوسياسي الفرنسي ميشيل غالي المختص في المسائل الإفريقية يعترف بتراجع الحضور الفرنسي في المجال الإفريقي الفرنكوفوني الذي أضحى اليوم عسكريا أكثر منه اقتصاديا وثقافيا بسبب التغيير الطارئ على الخارطة الجيوسياسية بصعود قوى جديدة مثل الصين والهند، وأيضا بصحوة النخب والجاليات الإفريقية المقيمة خارج بلدانها الأصلية. تقهقر وجود الفرنسية جاء أيضا نتيجة غير مباشرة لتراجع الحضور الاقتصادي لباريس بالقارة السمراء في وقت تبرز فيه حقيقة تقدم المجال الناطق بالإنجليزية في إفريقيا، وتراجع الغطرسة الفرنسية كما يراها الأفارقة ويتحدث عنها مراقبون ومحللون أفارقة وغربيون. ففي تقريره لسنة 2015 أعرب المجلس الفرنسي للمستثمرين في أفريقيا عن قلقه من تراجع حصة الاستثمار الفرنسي في إفريقيا مقارنة ببقية البلدان الناشئة مثل الصين التي تمتلك 16% من حصة السوق الإفريقية، أو الهند والموجودتان بشكل مكثف في القطاعات التجارية والصناعية، في وقت لم يعد فيه الفرنسيون يمتلكون استراتيجية فعالة لاختراق السوق الإفريقية. في الوقت ذاته تفوقت الدول الإفريقية التي لم تتعرض للاحتلال الفرنسي على المستعمرات الفرنسية على مؤشر التنمية البشرية الذي تزاحمت فيه الدول الفرنكوفونية على ذيل القائمة، إذ تتبوأ النيجر وإفريقيا الوسطى وتشاد مؤخرة القائمة بمعدلات نمو تفاوتت ما بين 0.35 إلى 0.39%. مختتمة بذلك قائمة مؤشر التنمية البشرية عالميا حسب تصنيف برنامج الأمم المتحدة الائتماني لعام 2015. ووفقا للمؤشرات المتعلقة بالإنتاج ومعدل النمو في العشر سنوات الأخيرة، فقد حققت الدول الناطقة بالإنجليزية وهي المستعمرات الإنجليزية معدل نمو أكبر يقدر بين 6 إلى 7%. وفي المقابل سجلت منطقة الفرنك المكونة من 8 دول
أعداء بغرب إفريقيا وخمس دول بوسط إفريقيا معدل نمو متوسط ومتدن في الفترة نفسها، إذ ارتفع من 3.4% سنة 2009 إلى 4.9% في 2015، بعد أن بلغ ذروته 6.1% سنة 2012. ورغم أن الفرنسية لا زالت لغة مهمة وهي إحدى اللغات الرسمية الستة بالأمم المتحدة، فإن البان يتسع بينها وبين الإنجليزية بمرور الوقت، ففي مجال المعلومات والأبحاث تتوافر المصادر والكتب باللغة الإنجليزية أضعاف ما هو متوافر باللغة الفرنسية، التي ما زالت تتفاخر بأنها لغة العطور والموضة والنبيذ. ولهذا بدأت الأصوات ترتفع بضرورة إحلال الإنجليزية محل الفرنسية في الجامعات والمؤسسات التعليمية بالدول الفرنكوفونية. تراجعت قدرة الفرنسية على منافسة الإنجليزية من الناحية العلمية والأدبية وحتى الاقتصادية. أكد للأفارقة أن التمسك بتدريسه يتسبب في الأضرار بأجيال عديدة، وحرمانهم من فرص عمل وتأهيل توفره اللغة الإنجليزية لدارسيها أكثر مما توفره الفرنسية لطلابها. ليست اللغة سوى عملة نقدية تتداول في أسواق الألسن لتحقيق الفائدة، كما يقول عالم اللغة الفرنسي لوي جون كالفي تعليقا على تراجع الفرنسية في وقت تحول فيه العالم إلى قرية ينتشر فيها اللسان الإنجليزي وتعيش على وقع عولمة لغوية ضارية. حقيقة أزمة اللغة الفرنسية ترتبط إذن بتراجع النفوذ الفرنسي سياسيا واقتصاديا، خاصة في إفريقيا التي أحس كثير من نخبتها في الفترة الأخيرة بضرورة التوجه لتعلم لغة أخرى، الإنجليزية غالبا، لأسباب تتعلق بتغير خارطة أسواقها التي باتت الشركات الأمريكية والصينية تستحوذ على حصة كبيرة فيها، وأن نمط العيش والتفكير والحياة بصورته الفرنسية لم يعد يشكل الإغواء ذاته كما كان الحال منذ بضعة عقود. لم يكن قرار تغيير الجامعات الجزائرية لغة المراسلات من الفرنسية إلى الإنجليزية إلا الجزء الظاهر من جبل الجليد الكامن في صدور الجزائريين تجاه لغة المحتل، وكان هذا القرار نتيجة لحراك شعبي طويل يطالب بعدم الارتباط بالفرنسية التي يحملها الجزائريون ويحملونها مسؤولية انهيار جامعاتهم وتراجعها في التصنيفات العالمية. وأشار استطلاع حديث للرأي أجرته وزارة التعليم مؤخرا على مجموعة من الطلاب إلى أن 94% منهم يفضلون استخدام اللغة الإنجليزية في الجامعات على اللغة الفرنسية. التظاهرات الأخيرة في بلد المليون الشهيد فتحت الباب واسعا أمام الجزائريين لإظهار حقيقة موقفهم تجاه فرنسا، فبعد اتهامها بالوقوف وراء العصابة والمافيا التي نهبت ثروات البلاد وسرقت أموال الشعب ورهنت مستقبل الأجيال وما تبعها من إجراءات ضد مصالحها في الجزائر، جاء الدور على اللغة الفرنسية وأعلن الشعب الحرب عليها والعودة إلى اللغة العربية لغة رسمية وإقرار اللغة الإنجليزية لغة ثانية. الحملة ضد اللغة الفرنسية بالجزائر انطلقت تحت عنوان اتركوها تسقط، وتهدف إلى مقاطعة الفرنسية على جميع المستويات، خاصة بعد تسجيل بعض المبادرات كاستبدال وزارة الدفاع الجزائرية لافتاتها إلى اللغة الإنجليزية ووقف مجمع سوناطراك البترولي الحكومي التعامل بالفرنسية. كما قررت مؤسسة بريد الجزائر إلغاء استعمال الفرنسية في جميع الوثائق والمحررات الرسمية وتعويضها بوثائق محررة باللغة العربية. وتعليقا على هذه التطورات المتسارعة، رأى البرلماني خوج الأرقم في تصريح لموقع الانديبندنت أن اللغة الفرنسية وغيرها من التركات المسمومة حرص الاستعمار على إبقائها بين الجزائريين ليسهل التحكم فيهم ويعزلهم بالتالي عن باقي العالم. وعليه من الطبيعي أن تكون ردة فعل على هذا الوضع النشاز والغريب بكل المقاييس. لذلك لم يكن غريبا أن يسجل تقرير المجلس الأعلى للفرنكوفونية تراجع الفرنسية بالجزائر في السنوات الأخيرة، إذ أن نسبة الجزائريين الذين يتحدثون اللغة الفرنسية انخفض إلى أقل من 28% فقط، أي ما يعادل 11 مليون جزائري من أصل 41 مليون نسمة. وفي تونس أيضا فرض تراجع حضور اللغة الفرنسية نفسه على زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون نهاية يناير الماضي، وجعلته يركز على محاولة إعادة تموضع لغة بلاده. وقال في خطابه داخل البرلمان التونسي أن اللغة الفرنسية لم تعد ملكا لفرنسا فقط،
بل هي ملك لكل من يتكلمها مطالبا التونسيين بالحفاظ عليها لأنها جزء منهم ومن تاريخهم على حد قوله. كلمات ماكرون لم تجد صدى كبيرا في الشارع التونسي الذي بات معظمه يتكلم اليوم فرنسية ركيكة تثير سخرية الفرنسيين ويعجز عن استعمالها كتابة وقراءة في وقت لم يجد فيها الشعب التونسي استفادة تذكر منذ الاحتلال الفرنسي ما بين سنتي 1881 حتى 1956، بل إنه بدأ يميل عموما نحو الإنجليزية أو الإيطالية نوعا ما. والدليل ما حدث في نتيجة امتحان البكالوريا سنة 2017، إذ حصل 7000 تلميذ على درجة صفر في امتحان مادة اللغة الفرنسية، وهذا أثر وقد أثار هذا الرقم الصادم وسائل الإعلام التونسية والفرنسية على حد سواء. وبينما تبدو تونس متأثرة بالسياسة الفرنسية أكثر من الأمريكية، فإنها بدأت تشهد صعودا لتيار التعريب الذي بدأه الوزير الأول الراحل محمد مزالي في مجال التعليم، وتعزز خلال التسعينيات في الإدارة مما أنتج أجيالا تونسية لا تحسن الفرنسية ويرون أن الإصرار على إبقاء الفرنسية اللغة الأجنبية الأولى في تونس يقلل فرص التونسيين في استكشاف فضاءات جغرافية ولغوية مختلفة سواء للدراسة أو العمل، كما أنه يؤثر في قدرتهم على التفاعل سريعا مع مستجدات العلوم والتكنولوجيا ويحرمهم من الانخراط بفعالية في حركة البحث العلمي في العالم. في المغرب أيضا الذي يعد خامس دولة فرانكوفونية، فإن اللغة الفرنسية تشهد تراجعا تدريجيا، من مؤشراته أن اللغة العربية أصبحت تحتل الصدارة بين اللغات المستعملة في الشبكات الاجتماعية عند المستخدمين والمغاربة والعرب لموقع فيسبوك كأبرز مثال على ذلك. كما بدأ الشعب المغربي ينتفض عبر جمعيات وناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي مطلقين حملات للمطالبة بتعويض اللغة الفرنسية بالإنجليزية في النظام التعليمي، فيما يشبه التمرد المغاربي على السيطرة الفرنسية. كان من مظاهر هذا التمرد أن رئيس الحكومة المغربية السابق عبد الإله بن كيران عبر عن الرغبة في تحويل السياسة التعليمية نحو اللغة الإنجليزية قائلا في نفس السياق: الفرنسية ليست قدرنا إلى يوم القيامة، وإذا كنا سنختار فإننا يجب أن نختار الإنجليزية لأنها لغة العصر والعلم والتجارة، ولا أندم على شيء أكثر من ندمي على عدم تعلم الإنجليزية جيدا. رغم انطلاق صفحات متخصصة في نشر المحتوى التعليمي والتربوي بالإنجليزية للمطالبة بجعل الإنجليزية اللغة الأجنبية الأولى في النظام التعليمي بدل الفرنسية، وتقدم المغرب في استعمال اللغة الإنجليزية في السنوات الماضية، غير أن هذا التقدم ما زال محدودا ويصطدم بالحضور القوي للغة الفرنسية في التعليم والإدارة والاقتصاد. في لبنان الذي يعد معقل الفرنكوفونية في الشرق الأوسط، بدأت اللغة الفرنسية تشهد تراجعا تدريجيا، خصوصا بعد تراجع إقبال الأجيال الجديدة الشابة على تعلمها على حساب الإنجليزية. ولك أن تعلم أنه منذ مطلع التسعينيات حتى أواسطها تراجعت مبيعات الكتاب الفرنسي قرابة 40% نتيجة لتراجع اللغة الرسمية كلغة للتحصيل العلمي والثقافي. وفي الوقت نفسه اضطرت الجامعات الفرنكوفونية الكثيرة في لبنان وفي طليعتها جامعة القديس يوسف إلى إدغال الإنجليزية في برامجها التعليمية، فيما لم تعمد جامعة كالأمريكية مثلا إلى الالتفات إلى اللغة الفرنسية. كما أن معظم الجامعات الحديثة في لبنان أخذت تتبع اللغة الإنجليزية في التدريس، أما الجامعات القليلة العدد التي ما زالت تدرس بالفرنسية فهي في الغالب الجامعات التقليدية، وفي مقدمتها الجامعة اليسوعية والجامعة اللبنانية والجامعة الأنطونية وجامعة الحكمة وجامعة الروح القدس. إلا أن هذه الأخيرة أخذت تدريجيا إدخال الإنجليزية لغة تدريس في عدد من الاختصاصات، وفي كل سنة تدرج أحد الاختصاصات ضمن قائمة التدريس بالإنجليزية. وهذا يشير إلى ميل الطلاب الجدد إلى اللغة الإنجليزية، وهذا الأمر موجود أيضا حتى في المدارس الرسمية التي يتفوق تلامذتها تاريخيا في كل المواد ما عدا اللغة الفرنسية. وسرعان ما امتدت هذه الظاهرة إلى المدارس الخاصة التي راحت تتحول سريعا في تدريس اللغة الأجنبية من فرنسية إلى الإنجليزية، فقد ارتفع عدد تلامذة القسم الإنجليزي عموما من 30 إلى 45%، بينما انخفض عدد تلامذة القسم الفرنسي من 70 إلى 50% من تلامذة لبنان، وذلك خلال عقد واحد من الزمن.
بالرغم من أن المنظمة الدولية للفرانكوفونية انتخبت وزيرة الخارجية الرواندية لويز موشيكيوبوان لمنصب الأمين العام للمنظمة في أكتوبر الماضي، فإن هذا الاختيار أثار جدلا بين الناطقين بالفرنسية، خاصة أن رواندا جعلت تدريس اللغة الإنجليزية إلزاميا في المدارس بدلا من الفرنسية. ففي أقل من 10 سنوات تحولت رواندا بشكل كامل من اللغة الفرنسية إلى اللغة الإنجليزية، منذ أن أعلن الرئيس الرواندي بول كاغاما اعتماد الإنجليزية لغة أولى في البلاد بدلا من الفرنسية، قائلا في خطاب شهير له سنة 2010: سنعطي الأولوية للغة التي تجعل أبناءنا أكثر كفاءة وتخدم رؤيتنا لتنمية البلاد. منذ ذلك الوقت أصبحت الإنجليزية هي لغة التربية والتعليم والإدارة في رواندا. القرار الرواندي لم يكن استجابة لنزوة سياسية أو مجرد انتقام كما يقدم من طرف بعض الجهات الفرنسية، وإنما قررت رواندا التخلي عن الفرنسية لأسباب تاريخية وموضوعية واستجابة لتطورات اجتماعية ومصالح اقتصادية ودواعي سياسية بطبيعة الحال. وقبل كل شيء، فإن رواندا تكون قد تصرفت بكل سيادية في اتخاذ قرار تاريخي يخصها دولة وشعبا لم يعد يرى مصلحة في استعمال لغة المحتل القديم الذي لم يزرع في البلاد سوى الخراب والإبادة. تراجع اللغة الفرنسية جعلها في موضع لا تحسد عليه، ودفع اللغويين الفرنسيين للإقرار بأن مكانة الفرنسية في المؤسسات الدولية في تراجع مستمر لمصلحة اللغة الإنجليزية، لا سيما في الاتحاد الأوروبي. ويقول ألكسندر وولف، مسؤول مرصد اللغة الفرنسية في منظمة الفرنكوفونية الدولية، أن أقل من ربع وثائق العمل الأصلية في الاتحاد الأوروبي تصل باللغة الفرنسية، بينما كانت تمثل النصف قبل 20 سنة. تراجع اللغة الفرنسية لم يقتصر على ناطقيها خارج فرنسا فحسب، بل امتد حتى داخل حدودها، حيث أن هناك توجها بين الأجيال الشابة لتعلم اللغة الإنجليزية رغم نظرة الفرنسيين إليها على أنها المنافس الأول للغتهم، ويتعاملون معها على أنها خصم يجب مواجهته بكل قوة. فإن الإقبال على تعلمها يأتي وسط زيادة تأثير الشبكة المعلوماتية على حياة الطلاب والباحثين، واعتماد الإنترنت مرجعا أساسيا في البحوث العلمية. هذا التوجه الشعبي حاولت الحكومة مجاراته، وقالت إنها ستتخذ خطوات لتحسين مستوى اللغة الإنجليزية لدى طلاب البلاد كي تعدهم بشكل أفضل لغزو العالم. وقال رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب في فبراير 2018: إن الإنجليزية الآن هي اللغة المهيمنة للتفاهم بين الشعوب، عليك أن تتحدث بالإنجليزية إذا أردت أن تتصرف وتتعامل في ظل العولمة، مؤكدا أن الحكومة ستجعل تخطي اختبار لشهادة دولية معترف بها في اللغة الإنجليزية إلزاميا على الطلبة في المرحلة الثانوية أو في المستوى الجامعي على أقصى تقدير، مثل شهادة إلتس من جامعة كامبريدج. وحتى على المستوى الثقافي والفني والرياضي، أخذت الإنجليزية تتسلل بين الجمهور الفرنسي، فقد عرب وزير الدولة لشؤون الفرنكوفونية في الحكومة الفرنسية أندري فاليني عن امتعاضه من اختيار الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أغنية باللغة الإنجليزية، وهي I was made for loving you، نشيدا رسميا للمشجعين الفرنسيين في نهائيات كأس أمم أوروبا التي استضافتها باريس سنة 2016. لهذا تعالت أصوات اللغويين داخل فرنسا بوجوب الاهتمام بتعليم اللغة للمرحلة الابتدائية لصقل أذهان التلاميذ عبر علاقة جديدة مع قاموس اللغة الفرنسية الأساسي على نحو يسمح بصناعة ما يسميه البعض بالمقاومة الفكرية للطلاب الفرنسيين ضد الإنجليزية الآخذة في التوسع على الأراضي الفرنسية شيئا فشيئا. وبذلك فاللغة الفرنسية تعاني اليوم نوعا من العزلة الحقيقية، ما فتئت تتزايد وذاهبة نحو أكثر انعزالية، وهذا الوضع دفع 100 مثقف وعالم إلى مناشدة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الشهر الماضي، التحرك لحماية اللغة الفرنسية من الاستعمار الأنجلو أمريكي كما وصفوه، وذلك في بيان رسمي نشرته صحيفة لو باريزيان في الذكرى 79 لموت الجنرال الفرنسي شارل ديغول التي حلت في 18 من يونيو حزيران الماضي. وقد شارك في التوقيع على البيان عالم الاجتماع السويسري جون زيغلر والكاتب الفرنسي ديدي فان كويلار. وكتب الموقعون في البيان أن اللغة الفرنسية
في وضع سيء، وهي تختنق بفعل اللغة الأنجلو أمريكية، ويشهد استخدامها تراجعا بسبب هذه اللغة التي باتت مألوفة أكثر. البيان أخرج التنافس المحموم بين الفرنسية والإنجليزية إلى العلن حين عبر الموقعون عن رفضهم عن جعل اللغة الأنجلو أمريكية لغة رسمية ثانية لفرنسا، وطالبوا ماكرون بوضع حد للمشروع الذي يعتزم تدريس مواد عامة في المؤسسات التربوية والتعليمية باللغة الإنجليزية.